الشرف أشكر أستاذنا الفاضل على تجسمي على السفر من الرقش إلى الدار البيضاء. حقيقة بادئة بدء أنا استفدت من معجمكم. لا هذا نعم أنا سجلت ما يزيد عن 40 لفظة وبين لفظة وعبارة، وأنصح الإخوان الباحثين أن يتصيدوا هذه الألفاظ لأنها تغنيهم في مسارهم البحثي، خاصة إذا لم يسمعوا بها إلا أول مرة. سؤالي هو، أنا كما ذكرتم في عبارة طبيعة الكتاب هي التي تفرض عليك نوع التحقيق، كنت اشتغلت بتحقيق مخطوط في الفقه المالكي، الخلاف داخل المذهب، ووجدت أيام عن شرح القرطبية للشيخ أحمد زروق الفاسي رحمه الله. أحيانا يريد المؤلف وكتابه فأرجع إلى الكتاب وأتحقق من القول ثم أريد في الهامش، ولكثرة ما وجدت من الخلاف داخل المذهب كنت مضطرا إلى تحقيق كل قول يجوز ولا يجوز، فرض كذا كذا، مما أتعبني تعبا استغرق البحث مني 6 سنوات. نعم، هل في التحقيق هذا ملزم؟ هل ملزم أن نقوم بتتبع كل قول في تحقيق الكتب الفقهية، أم أننا فقط ربما نعتمد الأقوال التي ذكرت فيها الكتب، ذكر فيها المؤلف والكتاب؟ وشكرا. جزاك الله خيرا، ولا أحب أن تغالي في لغتي، فهي عادية أحسبها كذلك. جزاك الله خيرا. هذا الذي ذكرته مهم جدا، وهو الذي اعترض الفقهاء قبل المحققين، ولذلك كان من أصول مذهب مالك مشهور المذهب، من تشهير الفقهاء هو فرار من اضطراب الطالب المبتدئ أمام كثرة الآراء في الخلاف النازل، وهذا هو الأمر الذي حمل ثقله وتفسخت طبقته العلامة خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله، حينما صنع كتابه الحفيل المختصر الخليل، لأنه رام أن يختصر الفقه المالكية ويشهر الآراء فيه حتى تكون دانية للطالب المبتدئ، وحتى تكون دانية للفقيه النوازلي، لأن الفقيه النوازلي كما تعرفون ملزم بمشهور المذهب، وكلام الشاطبي في هذه البابة لائح لا يحتاج التذكير به. فلما كان لزوم الأخذ بمشهور المذهب تأسيسا على أنه استقروا، فوجدوا أنه ألطف من زعم وأصح مستندا وأقوم في التنزيل، كان النزوع إليه أسلم للمبتدئ ولمعاني خطة العدالة أو القضاء. نفس الشيء بالنسبة للتحقيق، لو أنك تنبهت، وأنت نبيه ما شاء الله من خلال تدخلك، لو أنك تنبهت إلى أمر ذي بال لما استغرقت 6 سنوات، كنت تقضي 2 سنين ما تزيدش عليها. الأصل في شرح القرطبية شنو هو تصدير الخلاف ولا ماشي، فهو
فهو منظومة في التصدير في الفقه مثلما يصنع القراءة في الوجوه، لأنهم ألفوا المصدرات. هذه اللي تعرفوها أصحاب العشر، أصحاب العشر اللي تقرأوا بالجمع الإرداف تعرفوا شنو هو التصدير. إذن كنت لتكتفي ببيان الرأي المختار لا غير، وأن تضيء بعض العبارات المستغلقة ببعض كلام زروق في كتبه الأخرى في شرح الرسالة وما إليه، لا تزيد على ذلك. ولو رام شيخ زروق رحمه الله محتسب الصوفية أن يكون الكتاب موعبا وأن يكون معللا وأن يكون مبسوطا لما كان جرم هذا الجرم الذي طرى. إذن فهم مقاصد المؤلفين وعدم معاندتهم هو أس التحقيق. نعطيكم مثلا، أحدهم يؤلف مختصرا مثلا في علم البيان أو في البديع أو في النحو، وجرمه في 20 ورقة أو 30 ورقة، كيف يستحيل عند التحقيق 3 مجلدات؟ راه صاحبه كون ناظم القبر ولقاك درتي في 3 مجلدات كون سلخك. واش انا ما لقيت ما ندير؟ راه انا كون بغيت ندير 3 مجلدات كون درتهم. فلذلك ينبغي ان يوافق جرم التحقيق جرم المؤلف طردا وعكسا. فان اردنا ان نشرح سمينا الأمور بمسمياتها، فتنقول شرح كتاب كذا، ما تنقولش تحقيق، لأنك قد تجاوزت مناطات التحقيق إلى غيرها. إذن لا تفسد مقصد المؤلف ومنازعه. مرحبا. سي الدكتور سيونس تبنى معنا اليوم. لا الله يجزيك خير. مرحبا، تفضل. الله يشرف لك استاذ، تفضل عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، جزاكم الله خير على ما تقدمونه وعلى إفادتكم لنا. لدي سؤالان. الأول، ألا ترون أن بعض الفهارس تحتاج إلى إعادة النظر، خاصة يعني الفهارس بعد المكتبات مخطوطات؟ السؤال الثاني، وقد مر في ثنايا كلامكم، ما هي مميزات المخطوط الذي ينبغي أن يحقق وينشر؟ كما تعلمون أن يعني أسباب التأليف التي ذكرها أهل العلم معروفة، يعني إما شيء متفرق فتجمعه أو واسع فتلخصه إلى غير ذلك. يعني ما الداعي؟ أنا لا داعي مثلا واحد إنسان سني أن يعمد إلى كتاب مثلا من كتب الباطنية والإسماعيلية فينشره. يعني قد تكون فيه فائدة مثلا تاريخية أو شيء، لكن هذا أكذب الناس. يعني من جزاكم الله خير. فيدونا الفهارس هو حق ما أحوجنا إليه، لكن ليس كل الناس محتاجا إليه، لأنني أقول في مدارج كلامي وأستغفر الله، لأنه مما لا ينبغي أن يقال، جزى الله عنا جهالة المفهرسين. لماذا؟ لأنهم عفوا على آثار كثير من النوادر فبقيت لنا، ولو أنها اشتهرت لعمد إليها رؤوس العلم ورؤوس الأعيان والنافذون فوضعوا اليد عليها فلا بلاغ لك إليها. إذن تبقى هذا في فهزان شيء خرقه، تبقى تخلي بحالي فيني شم. إذا أنا أتكلم معكم بالدارجة بس هو القصد.
لكن هذا ليس مسوغا علميا، وانما هو تعليل ادبي من باب ما من باب اللطائف التي تشم ولا تخرى. والحق ان الفهرسة ينبغي ان تكون وافية بالبيان والايضاح، فتدل على الكتب التي تحتجنها الخزائن، لكنها هنا صعوبة وعقبة كأداء لا يعرفها إلا الخاص، وهو أن الوفاء بالفهرسة لا يتأتى لأي مفهرس، لأن المفهرس ليس يستطيع أن يعي في صدره جميع الفنون، وإنما هو يستطيع أن يلم بالشعر أو الأدب أو التاريخ أو الميكانيكا أو الموسيقى أو الرياضة أو كذا، لكن لا يستطيع أن يلم بعلل الحديث وبتاريخ الرجال وبطبقات المفسرين وبعلل القراءات وبكذا، وفي حيز واحد لا يستطيع. ولذلك ترى أن بعض الفهارس تكون أقوى ما في فن من الفنون من غيره. لماذا؟ لأن المفهرس يمتلك ناصية هذا الفن. ومثال أحب أن أسوقه مثلا، غالبا ما أجد كتب الفرائض في فهرس الرياضيات، غالبا ما أجد كتب الفرائض محصورة في فهرس الرياضيات. لماذا؟ لأن المفهرس في الغالب لا ثقافة له شرعية، فهو بمجرد أن يجد الحساب ويجد الجداول يعجل بتصدير هذا الكتاب إلى فهرس الرياضيات. والله يجزيهم بخير، الله يجزيهم بخير، مزيانة شيء مزيانة. نعم. بالنسبة شوف الأسماء كلاسي سير كلاسي، شوف على الباحث أن لا يكون ضيق العطاء. يقول الله تبارك ومن الذي جعل الله له نورا فما له منه ومن يهدي الله فهو المهتد، فهذه أمور قدرية، فقد سبقت يد العناية بالسعادة والشقاوة لكل أحد بحسب ما اختار الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيار. نحن ها هنا لا نتحدث مع عوام الناس ولا مع الدهماء أو السوقة الذين لا يعرفون قبيلا من دبير ولا يعرفون بالكاد إلا المعلومة من الدين بالضرورة، هؤلاء خارج السر، فلا نتوجه إليهم بالكلام، وإنما نتوجه بالكلام إلى الطلبة والباحثين والسادة الأساتذة والعلماء، فإليهم يساق الحديث ولا نسوق الكلام إلى غيرهم. وحتى كتب أهل السنة لا ينبغي أن تكون على يد من العوام، لأنهم يقرؤونها فيفهمون منها خلاف المقتضى فيؤذون أنفسهم ويؤذون غيره، وإنما ولهذا لا بد للمشتغل بالعلم لا بد للمشتغل بالعلم أن يعرف مداركه ومدارجه وتقسيماته. ينبغي أن يلزم بالعامي التقليد وأن يقال له افعل كذا لأن الحكم كذا، قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حسبك، وأن لا يتعلق بشيء من التعليلات أو التوضيحات أو الأحكام أو العلل التي تجوز مناط فهمه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لولا الخطار تعرف مقاصد الشريعة أش بغيت ندير أنا؟ إذا نحن نتحدث في هذه البابة نتحدث عن أهل العلم، وما من سبيل على أهل العلم إذا كانوا من أهل السنة أو من سواء أن يشتغلوا بالكتب الباطنية أو المعتزلة شريطة أن لا يتبنوا آراءه. أنا أقول لك لو وجدت كتابا نفيسا لأحد المعتزلة لم يكن معروفا لأخرجته. لماذا؟ لأنني في أمانة أن يساق إلى العامة. وزعما على الأقرب يفهم. أنت تعلم علم اليقين الحمد لله أنتما أن المعتزلة كانوا من أشد الناس تضلعا
في اللغويات والعقليات. ما من سبيل بينه وبين لو العوام عندنا تيفهموا المعتزلة راه ما شاء الله. إذا دعك من هذا. شوف الأصل في التحقيق أن تخرج النصوص وتخرج الخبر. شوف انتبهوا، رحم الله علماءنا الأبرار جزاهم الله خير، كثير من أعمالهم تحتجن من كتب المخالفين ما لا تجده في كتب المخالفين. كثير من النصوص التي نجدها في تعارض العقل والنقل أو في منهاج السنة النبوية، كثير من النصوص التي احتفظ بها هذان الكتابان لا تجدهما الآن في كتب الأغيار، لا تجدها. لو كان يسع المتقدمين ما يسعنا الآن مما تدعو إليه بارك الله فيك لما وصلتنا هذه النصوص. إذن علينا أن نميز بين تحقيق النصوص وإخراجها وبين تبني ما فيها. كثير من كتب الأصمار والنوادر والمختارات الأدبية تتضمن قبائح من القول وتتضمن أحيانا أوصافا مخلة وما إلى ذلك، فهل نلزم محققيها بذلك؟ وقد وجد الخولي رحمه الله في نفسه شيئا من ذلك فاعتذر له في تحقيقه لمجالس ابن عبد البر. إذا لا ينبغي، شأن الداعية وهو خلاف شأن العالم المحقق. للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب. هذا ما أراه والله أعلم وأحكم.